بعزي الشعب المصري وأسرة فقيد الإعلام المصري الكبير الأستاذ وائل الأبراشي. أنا دكتور شريف عباس، واستشاري الأمراض المعدية والكبد والجهاز الهضمي، حصل على دكتوراه في الأمراض المعدية من جامعة الأزهر وتشرف بذلك. وكل عشان بس لغط في إن ده مش تخصصي، حضرتك اللي بيعالج مرضى كورونا في جمهورية مصر العربية وفي كل الدنيا، مستشفيات الحميات ومستشفيات الصدر، مستشفى اللي يعمل جميع الذين يعملون في مستشفيات الحميات يحصل على ماجستير أو دكتوراه في نفس التخصص اسمه تروبيكال ميديسن، اللي هو الأمراض المعدية والكبد والجهاز الهضمي. وهي أنا استشاري أول في النقابة أمراض معدية وكبد وجهاز هضمي، عشان اللغط الكبير اللي طالع إن أنا ده مش تخصصي. وفي نقطة مهمة، يعني في كلام كتير اتقال هرد عليه مع حضرتك بعد إذنك. أنا ألتمس مليون مليار عذر لأسرة الفقيد إنها تتهمني، لأن ده من حقها ومن حقها تتقدم شكوى. أنا اللي سعيت يا أستاذ عمرو ورحت النقابة قبل ما أي حد يشتكي، لما الطبيب والإعلامي خالد منتصر طلع قال الكلام ده، ورحت النقابة قلت لهم حققوا معايا، فخدوا لي ميعاد من المحامي، مع المحامي استاذ سمير صبري، ورحت في ميعاد قبل الساعه 3 كنت هناك، قعدت ساعتين، وفي الاخر استاذ سمير صبري اعتذر وقدمت شكوى في الدكتور خالد منتصر للجنه اداب المهنه، لانه طلع وقال جريمه مكتمله الاركان وقاتل بدون تحقيق في الطب. ده حاجة كبيرة جدا. انت تعرف حضرتك لو في لندن في اي حتة في اوروبا حد اتهم طبيب قبل التحقيق معاه بيبقى عامل بيحصل ايه؟ لو طبيب اتهم زميله الطبيب بيتشطب من النقابة في يومها. ما علينا، انا مستني التحقيق معايا، انا بستعجل عليه في النيابة وفي النقابة عشان اثبت ان لا خطأ طبي حدث على الاطلاق. انا كان في معلومات طبيه كتيره يا استاذ عمرو ومعايا ومستندات وصور وكلام بيني وبين الاستاذ وائل، في حاجه رحمه الله عليه، حاجات كتيره جدا دي لا يمكن اظهرها الا في جهات التحقيق اللي تبرأ ساحتي تماما باذن الله. عذرا بس طب دكتور شريف، دكتور شريف هل فعلا انت كنت بتعالج وائل الابراشي بسوفالدي؟ عاجل حضرتك في الكلام، بس في نقطة قالتها الحرم المرحوم عايز اقول عليها. انا اللي نقلت الاستاذ وائل المستشفى، هي حظر الطيران منحها من الحضور، وانا كنت عارف طبعا، كان الاستاذ وائل بيقول لي. وهي حضرت بعد ما كان في المستشفى 4 ايام او 5 ايام كمان.